شكرا معلقنا القابتن سيد صابر. إذن انتهت أحداث المباراة، الأهلي وسبورتينج بفوز الاتحاد 81-71. أنا آسف، مباراة النهائي الأهلي والاتحاد بفوز النادي الاتحاد 81-71. الحقيقة مباراة أدى فيها اللعيبة بكل رجولة بكل رجولة. نادي الأهلي أدوا اللي عليهم، يعني بالرغم أن هم خسروا ولكن خسارة بطعم الفوز. كابتن عماد برحب بحضرتك للمرة الثانية. أهلا بيك كابتن هاشم. كابتن سلعاوي برحب بحضرتك، وعايز أسمع كمان تعليقك على الفترة الثالثة والرابعة كابتن سلعاوي. بص كابتن هيثم، صراحة أنا ملخص في أربع جمل صغيرين. أول حاجة، الأهلي بطل بما حضر فعلا. شكرا لرجالة الأهلي اللي هم تحملوا المسؤولية بجد، وانا كنت متوقع هذا الكلام من بدايه الاستوديو التحليلي. المباريات كلها مكسب وخساره، وانت لعبت كتير وكابتن عماد لعب كتير، وده شيء طبيعي، ولازم واحد هيكسب واحد هيخسر. القادم افضل باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي. الظروف الاستثنائيه اللي احنا مرينا بيها استحاله هتستمر على طول. عايز اقول برضو مبروك لنادي الاتحاد مكسبه النهارده. النادي الأهلي عمل صفقات كويسة ومدرب كويس، وإن شاء الله إن شاء الله قادم. أنا إحساسي إن قادم أفضل بإذن الله.